أنس أعتاب فما تعرفوش فرق دايلي ده مجرم عديد الإجرام عديد سنديد يا ما أتى الرجال يا ما رم الأطفال ويتم نساء وحرق مواشي وسم للغطال بلسم باشا بلسم باشا أبوس إيدك خلصني منه خلص العالم كله من شره أنا ممكن بصنعة لطافة أوارب لك باب الأوضة اللي بينام فيها وإنت تخش تعبد عليه وتخلصني منه بس أنا ليا طلب عندك أبقى شاهد ملك شاهد ملك إزاي يا فرج ما أنا أقبض عليك إنت كمان آه صحيح يا جماعة أنا مش عايز أشركه في بلوتي أكتر من كده أنتوا أول ناس تعطف عليا شكرا يا نسعة تاب أنت بني آدمة محترمة وطيبة وعطوفة أوي وأول واحدة تعطف عليا من بعد ما أمر العفو يا أخويا على إيه؟ الله يعينك على المهلبية اللي في دماغك دي وأنت يا بلسباشا أنت مثال للضابط الكفر للضابط الباسل الشكاع وأول واحد تعطف عليا من بعد بابا تقولش كده يا فرج أنا بأدي واجبي كان بيقول لي كده دايماً كان بيقول لي كده أنا مش عارف يا جماعة أقول لكم إيه ولا إيه تقولهم إيه يا زب اللي أنت قلته يا كلو عارف يا دي أنت وهي لو حد عارف حاجة على اللي أنا قلتها لكم دي هقطع خبره وادي اللاب توب أهو الدليل الوحيد خلاص أما أنت حسابك عندي لا 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 يا فرج أنا الراجل بتاعك ده هم حاولوا يقرروني وأنا قلت لا فعزم عليا بجلاتي ولا بضعف قدام جلاتي بحبه ودي الحر لا أنت عايز تقر عليا وكمان عايز تبقى شاهد ملك أنا هموتك